اهلا بحضراتكم. عدنا بعد الفاصل. معادنا يوم الخميس دايما مع البوم الذكريات والبوم النجوم. والنهارده حلقه ارجو ان حضراتكم يعني تنتبهوا اليها جيدا، لانها حلقه متعلقه بواحد من اهم نجوم السينما المصريه، واحد من اوسم، لان اجمل دي بتقال على الستات يعني، واحد من اوسم الرجال والجنات اللي ظهروا على شاشه السينما المصريه عبر ال 100 سنه سينما واكثر. وهو في حد ذاته متفرد، وهو كاريزما خاصه، وهو بصمه خاصه، وشخص اعتقد كل الفنانات اللي اشتغلوا معاه اجمعوا على انه الجان رقم واحد اللي اشتغلوا معاه، حتى على مستوى التفاعل والتعامل والصداقه حتى بره العمل الفني. انا بكلمكم عن صاحب البصمه بتاعه الشنب اللي ما حصلش، والفيزلين اللي كان ساعتها موضه، رشدي اباظه، نجم نجوم السينما المصريه. وافضل طبعا من يحدثنا عن نجوم مصر واحد من نجوم التحليل الفني والنقد الفني والتاريخ الفني، استاذ محمد شوقي اللي مشرف ومنور. حبيبي استاذ تامر، كل سنه حضرتك طيب وكل الساده المشاهدين بخير. وانت بالصحه والسلامه، عيدت واجزت؟ كله تمام، كله زي الفل، كله تمام. رجع لنا بعد العيد بقى، بقول لكم بقنبله، رشدي اباظه، حكايات واسرار وكواليس لا حد لها. وانا عارف ان كلكم ما اعتقدش في حد ممكن يختلف على رشدي اباظه في البصمه والمساحه اللي هو بيتفرد بيها. محمد بيه، هو فعلا رشدي اباظه فنان له مكانه خاصه، يمكن ما حدش كتير يعني، يمكن بعيد يعني، كل النجوم نجوم وكلنا بنحبهم وكلنا بنقدرهم طبعا وبنقدر فنهم، لكن رشدي اباظه تحس كده استاذ تامر ان يعني ليه وقع مختلف عن اي نجم اخر، حاجه بقى من عند ربنا، كاريزما من عند ربنا سبحانه وتعالى فعلا. صح. رشدي اباظه كان في مواصفات النجم الهوليودي، مظبوط يعني، كلارك جيبل كان ساعتها، عارف السكه دي اللي هي الشنب اللي مش عارف الايه، الجسم العريض، الوش المدور الكبير، ملامح الرجوله الواضحه دي كانت اعتقد تؤهله للعالميه، رغم ان هو ما وصلش للعالميه. ومع ذلك يعني بمواصفات اللي حضرتك قلتها كمان، الى جانب حلاق جواه الشخصيه المصريه الصميمه، يعني كوكتيل ما بين فعلا الشخصيه الهوليوديه اللي حضرتك اشرت اليها والشخصيه المصريه، بنت البلد، ابن البلد، الجدع، الشهم، الجنتلمان. يعني فعلا هتلاقيه يعني هو مش معشوق النساء زي ما بيتقالوا، بس ده معشوق النساء والرجال، لان فعلا هو كان صديق للكل. حلوه معشوق النساء والرجال دي، لان كان عارف عارف الافيه اللي كان قاله في فيلم ابن حميدو، اما قال لك البازا فندي ده انا نفسي استمناه. طبعا فرشدي اباظه احنا كلنا نستمناه بصراحه فعلا. هو طبعا لو اتكلمنا عن بداياته يا استاذ تامر، بدا هو طبعا من عائله ارستقراطيه الاباظيه، طبعا عائله طبعا عريقه، في لها مجد سياسي ومجد ادبي واقتصادي وكل حاجه طبعا. مظبوط. وهو من مواليد 3 اغسطس. 3 اغسطس. طب يعني ده المفروض ذكرى ميلاده كمان كم يوم. كمان يوم يعني، هو متوفى في 27 يوليو. ومواليد 3 اغسطس سنه 26، يعني ذكرى وفاته من يومين وذكرى ميلاده كمان كم يوم. كمان بالظبط. سبحان الله، يعني اختيار موفق لينا بقى فعلا. هو مناسب هذا جدا. فمواليد 3 اغسطس 26، وطبعا هو اتعلم من اب مصري طبعا وام ايطاليه، وطبعا هو دمج بين المصريه والايطاليه او المصريه والعالميه، وتعلم كان معاه 5 لغات، كان بيتقن 5 لغات. بسم الله ما شاء الله. الى جانب ان هو رياضي وكان مهتم جدا بالرياضه، والده كان ضابط شرطه. تمام. وكان بيعده لانه يبقى طيار. كان بيؤهله لذلك. وكان فعلا في النوادي وفي التدريبات، لكن طبعا هو كان بيغاوي بلياردو. غاوي بلياردو، لعبه بلياردو. وكان ودي لعبه الناس الارستقراط زمان، ما كانش منتشر زمان زي دلوقتي مثلا. طبعا. فطبعا مين شافه في البلياردو؟ المخرج الكبير احمد بدرخان. كويس. شافه طبعا، ان هو طبعا كان ليه عين كده، عين مخرج، قال له تحب تمثل في السينما؟ في فيلم مهم جدا ممكن تمثل. وافق. طبعا راح لوالده قال همثل في السينما. اكيد رفض. طبعا رفض وطرده من البيت. طردوا من البيت. هي ما عنديش المعلومه دي، بس ده متوقع، لان انا عارف زمان قوي العائلات الارستقراطيه كانت بتعتبر التمثيل مهنه يعني مش 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 راقيه قوي، كان بيتقال عليه مش اخصاتي ساعتها. بالظبط. قال له اذا انا بعدك لانك تبقى طيار او تبقى عسكري او تبقى ضابط شرطه، يعني طبعا يا البيت يا التمثيل. طردوا. اختار التمثيل وعمل، تخيل بص يا استاذ تامر، رشدي اباظه
حياته الفنيه غريبه جدا، مختلفه تماما عن بقيه الجنات زي شكري سرحان او كمال الشناوي او حماد حمدي او الجنات دي كلها. رشدي اباظه بدا بطل سنه 48 بفيلم اسمه المليونيره الصغيره، ما جاش لان الفيلم مفقود. كان بطوله فاتن حمامه، وفاتن حمامه كانت لسه في بدايتها اللي كانت معروفه الى حد ما. هذا الفيلم مفيش الفيلم اهو. ايوه هذا الفيلم ده للاسف مفقود، مفقود مش موجود. هذا الفيلم الفيلم ده بدا فيه بطل، يعني هو البطل فاتن حمامه رشدي اباظه. الفيلم فشل فشل ذريع يا ساتر، فشل ذريع. ده كويس انه مفقود بقى. يعني ما حدش عرف، ما حدش عرف انه حاجه. وفي كواليس السينما هو بيتفرج، وفي في كواليس العرض بتاع الجماهيري، هو ولولا صدقي وفاتن حمامه ابطال الفيلم. كويس. رجع لورا بقى للاسف، رجع بدا يعمل ادوار ثانيه وادوار ثالثه. ما طبعا فكره البطوله ما مشيتش من اول مره، بس فضل كام سنه؟ 10 سنوات يا استاذ تامر يعمل ادوار ثانيه، يعني اطول مده. مش عارف ليه رشدي اباظه الناس ما اهتمتش بيه الا لما شافوا عز الدين ذو الفقار المخرج الكبير. يعني فضل يعمل ادوار زي مثلا ايه يا استاذ تامر؟ حياه وموت. ده فيلم جميل، كان جاي دور جاي ضابط. صح. وزي فيلم جعلوني مجرما مع رشدي اباظه، مظبوط، مع فريد شوقي، وافلام كتير مع يوسف وهبي، وافلام مع شادي، كلها ادوار عاديه، ادوار صغيره، ومع ماجحه يسري. الى ان جانب عز الدين ذو الفقار 10 سنين يا استاذ، 10 سنين، فترة طويلة قوي فعلا جدا. وقتها كان ما اعتقدش حد من الجنات التانيين خد المشوار ده في، بالعكس كلهم كانوا بيبداوا نجوم وبيظلوا نجوم، او يعني فيلم او اتنين والتالت على طول يبقى نجم. ايوه يعني ما فيش، يمكن اكتر حد طول كان فريد شوقي 5 سنين لغايه ما فريد شوقي بدا يعمل نجم على طول. تمام. انما رشدي اباظه طولت معاه برغم انه شاب يعني في كل مواصفات النجوميه. صح. عايز هو ظبط لما ربى شنبه ممكن، والله تصدق. لا بس هو يعني معظم الادوار الاولانيه كان لو تفتكر كان حليق الشارب، ولما تخن شويه، هو لما كان رفيع خالص، ولما كان رفيع فعلا في البدايات، لما بقى شارب وظبط بتهيألي بدليل يا استاذ تامر فيلم تمر حنة. الفيلم ده سنه 55، كان احمد رمزي بقاله سنه، وهو كان بقاله اكتر من 8 سنين يا خبر ابيض. احمد رمزي اسمه كتب قبله، مع انه كان حديث العهد بالتمثيل، كان لسه احمد رمزي لسه ظاهر في إدارة من سنه او اقل من سنه كمان. الفيلم تقريبا 56، كان احمد رمزي ظاهر سنه 55 في ايامنا الحلوه. كويس. ايامنا الحلوه مع عبد الحليم. فاسم احمد رمزي اتكتب قبل اسم رشدي اباظه، فدي ظاهره يعني تسترع الانتباه. فيلم تامر حنة لفت النظر لعز الدين ذو الفقار المخرج الكبير، وقدمه فيلم في دور تاني مع شكري سرحان وفاتن حمامه في فيلم طريق الامل. فيلم ده من الافلام الجميله جدا. ولما عملوا تيست في الفيلم ده، يعني يشوفوا هيبقى جان لوحده ويقدر يشيل فيلم لوحده، وقد كان. فكان الانطلاقه الكبرى في نفس السنه سنه 58 في فيلم امراه في الطريق. يا نهار ابيض. امام هدى سلطان و ده الفيلم ده علامه. الفيلم ده علامه. زكي رستم، زكي رستم وشكري سرحان، سرحان وهدى سلطان. يا نهار ابيض. ده الفيلم ده كان اول بطوله مطلقه اللي هو ما كانش دوره، ده كان هياخد دور شكري سرحان. وهو شكري سرحان اللي اصر، قال له انا عايز اغير من جلدي وعايز اعمل دور الشاب اللي هو الانتهازي المنكسر، اللي هو يعني المغلوب على امره. فعايز الدين ذو الفقار قدم مغامره، بس حتى جسمانيا كده مظبوطه. رشدي اباظه مظبوط. ورشدي اباظه كان في الفيلم كان اسمه صابر. صابر. كان بيقعد يقول له يا صابر عمتني يا صابر، عمتني يا قاتل يا ابن القتله. ايوه. زكي رستم كان بيعمل كده. من الادوار المهمه جدا، من الافلام المهمه على فكره، من الادوار المهمه ليهم كلهم بالظبط. يعني هدى سلطان عمل دور عمرها، زكي رستم طبعا ما حصلش، وشكري سرحان عمل الدور المنكسر المغلوب على امره المذلول بحبه لمراته. الفيلم ده استاذ تامر صنف ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما الحقيقه، وخد 4 جوائز. حلو قوي. فيلم ده من الافلام المهمه. الفيلم ده واتفرجوا عليه. احنا واحده من اهداف فقرتنا بخلاف الكلام عن النجوم وكواليسهم واسرارهم، ان احنا نفكركم كمان بالعلامات الحلوه في السينما المصريه، عشان كل واحد فينا بيبقى في بعض الاحيان قاعد فاضي كده، ممكن اجيبه على اليوتيوب او على اي ابلكيشن عندك واتفرج. ده واحد من اهم الافلام اللي لازم تتفرج عليه، فيلم امراه في الطريق. امراه في الطريق. ايوه. بعد الفيلم ده على طول يا استاذ تامر، طبعا برضو مع المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار، ما سابوش بقى عز الدين ذو الفقار. عمل القنبله الكبيره الرجل الثاني سنه 59. قنبله، واي قنبله، الرجل الثاني.
طبعا ده اكد نجوميه رشدي اباظه. عامل دور هنا بقى دور عالمي بمعنى الكلمه، يعني مش كلام مبالغه. دور اللي هو عمله ده بتاع الرجل الثاني اللي هو زعيم العصابه ده، لا بصراحه مع كامل الاحترام لكل النجوم اللي كانوا معايا، شوف كان معاه صلاح ذو الفقار وصلاح ذو الفقار سامية جمال، وكان معاه نجوم بس هو كان وكيلهم في الدور ده. في الفيلم ده ما كانش فيه زخم ولا سحر الا المشاهد اللي فيها رشدي اباظه بصراحه. يعني هو رشدي اباظه كان يعني كان السيده فاتن حمامه رحمه الله عليها تقول انا دايما بخاف من رشدي اباظه لانه بيسرق الكاميرا حتى لو الكاميرا جايباه من ظهره. يا نهار ابيض، حتى لو فعلا لو تحضرت في كادرات كتير جايبه رشدي اباظه من ظهره تلاقي فعلا انت تسترع الانتباه، عينيك مشدوده له هو بالظبط، لانه كان كمال الاجسام كان مدياله شكل طاغي امام الكاميرا. صحيح صحيح. في فيلم الرجل الثاني اصبح رشدي اباظه هو جان نجم السينما، ولا نجم السينما الاول ولا ينافسه الا عمر الشريف. معقوله؟ بالظبط. خلاص الرجل الثاني كان سنه كام؟ سنه 59. 59 شوف البطولات، يعني سنه 60 عايز الدين الزفقار انتج له فيلم بدون ما يخرجه، هو المنتج واخرجه كمال الشيخ. فيلم ملاك وشيطان، ده فيلم حلو. انكل عزت، طبعا انكل عزت جميل. أيوة. البلطجي. تخيل لما اشوف تحمس مخرج كبير زي عايز الدين الزفقار ان يخرج له وكمان ينتج له ويخلي زميل له كمال الشيخ المخرج الكبير هو اللي يخرج الفيلم ده، لان افلام الساسبنس كان كمال الشيخ كان متفرد فيها كويس. من فيلم ملاك وشطان بدأ بقى خلاص، يعني الستينات دي فترة توهج، الستينات فترة توهج رشدي أباظة، كل مجد رشدي أباظة الفني كله في الستينات. هنشوف لا وقت للحب مع فاتن حمامة، الطريق مع شادية، هو لا وقت للحب ده اللي هو بتاع يا اللي هو المشهد النهاية دي اللي هو توت 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 توت. أيوة. الفيلم الوطني ده، الفيلم الوطني ده فيلم جميل، فيلم جميل اللي هي كانت بتقول له ان احنا عاملين اتحاد مدرسات مش عارف ايه. أيوة. وهو كان بطل وفدائي من الفدائيين، احد الفدائيين، الفدائيين. أيوة. اللي بيحاربوا الانجليز في القناه بالظبط، وبصراحه كان حاجه مبدعه. يعني هتلاقي تكالب كل المخرجين عليه بقى، صلاح ابو سيف، المخرجين الكبار صلاح ابو سيف، بركات، حسن الامام. في الفتره دي عمل مع يوسف مع عمر الشريف فيلمين. الفيلم الاول كان صراع في النيل، في النيل صح، صراع في النيل، وطلب ان اسمه يتكتب قبل عمر الشريف. يا بالظبط، لان هو كان ليه شغل لكن بطولات عمر الشريف كانت اكتر من بطولاته فرضخ. يعني عمر الشريف كان بطل قبل منه. بالظبط، لانه عمر الشريف مع ان عمر الشريف بدا بعديه، يعني عمر الشريف بدا سنه 54 بس هو بدا بطل. بس انت قلت انه تاخر 10 سنين. بالظبط، ايوه بدا 54 في الصراع في الوادي. صح. لكن تأخر نجومية رشدي أباظة خلى اسمه دايما الاسم الثاني بعد لو اشترك مع ممثل آخر، يعني زي شكري سرحان أو كمال الشناوي أو عمر الشريف. بالظبط. بس الصراع في النيل ده كمان فيلم عظيم، وكان الدور كان هو الدور الرئيسي. ما ننساش عمر رشدي أباظة، لأن رشدي أباظة كان يعني مجاهد، مجاهد كده؟ كان مجاهد، اسمه مجاهد. وعمر الشريف محسب، محسب. وطبعا الفيلم كان اسطوره، هند رستم بقى وبرده الفيلم ده يا استاذ تامر من ضمن افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. صراع في النيل، هو بصراحه صراع في الوادي وصراع في النيل من الافلام الجميله جدا، الاثنين افلام عظيمه. هنشوف بعد كده عمل معاه في بيتنا رجل مع عمر الشريف. هقول لك حاجه بقى يا استاذ تامر، طبعا العالميه بس هنا كان دوره مش بطل قوي في بيتنا رجل. هقول لحضرتك حاجه، اتفضل. اولا كان في العالميه كانت يعني اللي كان فيه الفيلم لورنس العرب كانوا جايين يعملوه لشكري سرحان، لان شكري سرحان شافوه فيلم شباب امراه في مهرجان كان سنه 56 كويس، وسلطت الاضواء على شكري سرحان. حلو. نزلوا مصر وعايزين شكري سرحان صناع فيلم لورنس العرب. لورنس العرب لازم واحد ممثل مصري بملامح مصريه شرقيه كويس، لكن شكري سرحان لا يجيد لا الانجليزيه ولا الفرنسيه فقال استبعد. تمام. فرشح رشدي اباظه، رشدي اباظه لهذا الدور، فعرضوا عليه قالوا له بس احنا عايزينك تعمل لنا تيست بروفا. بروفا. فطبعا دي كان حسسته كده بانه قليل. فقال لهم على ايه؟ طب انتوا وفي نفس الوقت مش عايز يضيع الفرصه. فقال لهم طب انا بعمل شغال في تصوير فيلم في بيتنا رجل. يا نهار ابيض. ممكن تيجوا تتفرجوا على اللي انا بعمله. يا نهار ابيض، ده هو اللي دلهم على عمر الشريف.
والمشهد انه كانوا كان اي مشهد يا استاذ تامر اللي بيتفرجوا عليه؟ المشهد اللي رشدي اباظه جه يفطر مع الاسره في افطار رمضان، في افطار رمضان، وكان عمر الشريف استخبى صح ورا الباب، ورا الباب، وبيفتح في المشهد ماستر سين لعمر الشريف وماستر سين لرشدي اباظه. كان مشهد مهم جدا المشهد ده، صح، حتى الكادرات والتقطيع والكاميرا كان مشهد عالمي. لكن هما لفت نظرهم عمر الشريف اكتر من رشدي اباظه، مش في الموهبه او في التمثيل، في الشكل، الملامح. الملامح، الملامح اقرب للشخصيه دي كانت وجهه نظرهم. وراحت العالميه لعمر الشريف. يا نهار ابيض، شوف الاقدار، شوف لعبه الاقدار. يعني هو اللي بايده بالظبط خدهم للوكيشن اللي فيه عمر الشريف عشان تتحول العالميه منه لعمر ويصبح هو النجم العالمي. هو كنفسه كان يعني قبل كده في حوار ليا استاذ تامر في الراديو مع الاستاذ وجد الحكيم الاعلامي الكبير، طبعا وجد الحكيم، طبعا. قال انا لو كنت رحت العالميه ما كنتش هطول، لان انا ما اقدرش اعيش بره مصر. قال كده، قال كده، قال انا ممكن كنت اعمل فيلم فيلمين وارجع تاني حتى لو كنت نجحت، ما كنتش هطول لان انا بحب اقعد في مصر. ماشي، يعني يمكن بيقولها بس كده ترضيه ممكن لكبريائه يعني، لكن ويمكن ظلت العلاقه، يعني انا ظلت العلاقه يمكن ما هياش علاقه صداقه قويه، ما كانش في صداقه قويه بينه وبين عمر الشريف، لكن ما كانش في عداوه زي ما بيشاع على السوشيال ميديا ان ظلت عداوه، والا بالعكس خالص. لما كان عمر الشريف بينزل مصر كان كان بيبقى مجموعه كبيره جدا من الفنانين اللي حواليه، ومنهم واول واحد بيستقبله كان شكري سرحان، اللي هو كان اساسا العالميه رايحه له جايه باسمه. سبحان الله. وكانوا منظرين عليه من سنه 56 بسبب فيلم شباب امرأة. طيب خلينا نروح لفاصل ونفصل بيه ما بين مرحلتين في عمر فناننا ونجمنا رشدي اباظه. بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن رشدي اباظه وادواره وهو كبير بقى، وهو نجم تقدم بيه العمر شويه، عمل مجموعه ادوار كمان عظيمه، الاستاذ محمد هيفصصها لنا كده واحده واحده، بس بعد ما ترجعوا لنا بالفاصل. هو دون جوان السينما المصريه. ايه اللي جابك دلوقتي؟ عيد ميلادك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وايه اللي فكرك احنا مطلعين من زمان؟ انه الفنان الكبير الراحل رشدي اباظه، المولود في 3 أغسطس 1926. وبرغم من رحيله منذ اكثر من 41 عام، الا ان اسمه لم يغب عن محبيها، بل ضم لجمهوره جمهورا اكبر كلما تمر السنون، بفضل ما قام به من اعمال حفر بها اسمه وخلده في ذاكره السينما كاحد ابرز نجومها، خاصه مع تحقيقه معادله صعبه بعدما لعب كل الأدوار من تراجيديا لكوميديا إلى أدوار معقدة لعبها باقتدار، حتى صار فتى الشاشة الأول والنجم الأبرز على مدار سنوات حياته. هاي غلطان خياطة وهصلح غلطتي، لكن عاوز أعرف إيه اللي جابك من اسكندرية من غير شنب ودان؟ إيه اللي خلاك تعرض نفسك للخطر إن البوليس يشوفك كده ويقبض عليك؟ ينحدر رشدي اباظه من اسره مصريه عريقه، بدأ التمثيل عام 1948 حتى عام 1980، العام الذي توفى فيه، وفي رصيده اكثر من 100 فيلم. انا اتلخبطت، اصل سايبه في مصر متخانقه مع جوزها خناقه الرب السما، قلت مسكينه يا رؤية، حلمي عملها، حلمي طلقها، حبيت اطمن. قمت رفعت الاشارب. لم يكن التمثيل والشهرة ضمن حسابات أباظة قبل أن يبدأ حياته في عالم السينما في فيلم المليونيرة الصغيرة عام 1948، حيث عرف عن أباظة وسامته وسحرها، واعتبر من أهم دونجوانات السينما المصرية. كان أباظة يجيد 5 لغات غير العربية، وكان مرشحا للسينما العالمية لولا أنه أضاع كل هذه الفرص واشترك دوبليرا للنجم العالمي روبرت تايلر، وذلك في فيلم وادي الملوك، واشترك في فيلم الوصايا 10 للمخرج العالمي سيسيل ديميل، وغيرها من الأعمال. ده كل كلامك معايا يا فندم؟ متأسفة يا فندم، ما اقدرش يا فندم، بتطردني ليه يا فندم؟ كنت كل ما اسمعها ادوخ، حبيت كلمة يا فندم لغاية ما بقى نص كلام يا فندم. إسراء سعد، آخر النهار. سلام على رشدي وحلاوة رشدي وجمال رشدي. احنا نسينا كمان في النص نتكلم عن فيلمين من احلى الافلام اللي انا بحبهم كمان لرشدي، فيلم من حواء مع لبنى عبد العزيز، ده كان الدكتور البيطري، ده كان يعني دور علامة.
والفيلم الثاني الزوجه 13. فيلمين من احلى الافلام واللي رشدي فيهم تالق كوميديا. هو كان بيستمتع بيتمتع بخفه دم. خفه دم يعني مش من حوق. وبرده هتلاقي حضرتك عروس النيل مع لبنى عبد العزيز كمان. هتلاقي في افلام كتير خاصه افلامه مع تقدم العمر، افلامه مع عادل امام، مع سمير غانم، افلامه على عيال عيال. لما كبر بقى بصراحه كبر. عمل افلام هو حلوة. هو هو كان بيتمتع بخفه الدم حتى في الاعداد الشخصيه. او ويمكن ده من النجوم القلائل يا استاذ محمد اللي جمع ما بين البطوله الرائعه في افلام الاكشن والسسبنس والكوميديا. يعني قليل قوي اللي اشتغلوا الاثنين مع بعض. بص يا استاذ سامر، رشدي اباظه ثبت نفسه في كل مكان. قدم الكوميدي ونجح، زي برضه فيلم نص ساعه جواز. الله على الفيلم ده. يعني هو ثبت نفسه على هنفتكر له ايه ولا ايه؟ صحيح. وثبت نفسه ايضا في ادوار المعقده زي فيلم الطريق. ايوه صح. وفيلم غروب وشروق. ده غروب وشروق ده فيلم عظيم. يعني فيلم عظيم. في ادوار معقده. وثبت نفسه ايضا مع الادوار. غروب وشروق ده فاكرينه طبعا، ده فيلم بتاع سعاد حسني ومحمود المليجي. وفيلم بتاع الثوره، وقت الثوره. ثبت نفسه 52 يعني. اي بالظبط. ثبت نفسه ايضا برضو في ادوار في ادوار الادب يعني الادباء لنجيب محفوظ، لاحسان عبد القدوس، عمل لهم ادوار كتير. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ سامر، رشدي اباظه تصدق يا استاذ محمد وانت بتكلمني وعمال يعني ترص الاعمال بتاعت رشدي اباظه، انت بتتكلم على كلها بالبلدي كده تقالات، يعني مفيش حاجه كده وانت بتقولها فيلم يعدي. لا ده فيلم 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 كل افلامه قويه. هو فتره السنين بدا ينتقل، واضح انه كان جيد قوي في انتقال الافلام. وهتلاقيها استاذ تامر مع كل نجمه، مع كل نجمه قدم يعني ايه يعني حاجات حاجات جميله. يعني هل من خلال خبرتك كده، طبعا مش بنقارن يعني، بس انا متهيألي انه من القلائل اللي كل اعماله اعمال تقيله ما ينفعش تقول عليها عدي دي. لا 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 لا، افلام قويه. حتى الافلام الغنائي قدمه، حكايتي مع الزمان مع وردة، وابنات العزيزة مع نجاة الصغيرة. مظبوط. يعني هتلاقيك الى جانب افلام يعني مع صباح، يعني ما فيش فيلم، ما فيش مجال في الافلام السينمائية الا واخترقها ونجح فيها. صحيح. حتى لما تقدم بالعمر عمل ادوار يعني كان مع محمود ياسين ونور الشريف وحسين فهمي، وكان هو الجان في وسطهم. صح صح. كان هو الجان، كان النجم، كان هو النجم، برغم ان الفيلم ممكن يكون هم اللي فيه البطوله اكتر. صح. والمشاهد اكتر، لكن كان هو الجان، وكان اسمه فاضل اسمه يتكتب في الاول في المقدمه، لانه كان مطلب جماهيري. يعني طبعا مطلب جماهيري. لما نشوف، طب انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ تامر، يمكن هو في لما سئل عن اهم فيلم، الفيلم اقرب فيلم ليه في حياته، في وسط كل الاكتر وقدم 118 فيلم. كويس. المتوقع كان هيقول الرجل الثاني او امرأة في الطريق او طبيعي او طبيعي. هو قال فيلم شيء في صدري، شيء في صدري. ايوه سنه 71 ملون، ما كانش لسه في الوان. لا مش فاكره انا الفيلم ده. روايه احسان عبد القدوس مع بطولته مع هدى سلطان وماجده الخطيب، وكان شكري سرحان ضيف شرف. وكان الفيلم فيلم دور معقد جدا. رشدي اباظه بحب خلاص محمد عشان كل اسبوع بتلاقي لي حاجه اسهر عليها بالليل. الفيلم ده بس قول لي انه موجود. موجود الفيلم ده، موجود في صدري. موجود وصورته جميله جدا موجوده. شايف صدري الفيلم ده، هو قال انا وصلت في المرحله دي، يعني قدرت اعرف، قدرت امثل من يعني قدر يوصل للمرحله اللي هو عايزها كممثل. يشبع في التمثيل. وكان راي النقاد، يعني افتكر وقتها النقاد قالوا ان رشدي اباظه ساعتها وصل لقمه النضج الفني. في فيلم شيء في صدري، الفيلم خرافه. النهارده يا ريس بالليل انت عارف حضرتك افلام احسان عبد القدوس بتتغلغل جوه النفس البشريه. طبعا الفيلم ده من الافلام المهمه جدا. الى جانب افلامه يعني في ليه افلام وطنيه زي ما في بيتون رجل واسلامه، فيلم تاريخي. واسلامات طبعا محمد القطز. وجميله بحريت. وجميله بحريت صح، ازاي الواحد نسي جميله بحريت. جميله بحريت صح. مع ان الفيلم ده حصل خلاف بينه وبين المخرج يوسف شاهين. ليه؟ يوسف شاهين كان عايز يمثل بطريقه وهو رفض الطريقه دي. يوسف شاهين طول الوقت كان بيحب الناس تمثل على المنهج بتاعه. بالظبط. يوسف شاهين الممثل الوحيد، او يعني يوسف شاهين يعني رشدي اباظه الممثل الوحيد اللي خلى يوسف شاهين ما يبنيش عليه او ما يبهتش على شخصيته، يسيبه ممثل براحته عشان كده ما اشتغلش معاه تاني. دي التجربه الوحيده اللي مع يوسف شاهين.
ولدرجة ان كانت الفنانة ماجدة صباح الله يرحمها كانت بتقول احنا كنا لما نيجي نخوف يوسف شاهين نجيب له رشدي أباظة. يا سلام والله. شوف اللوكيشن كان وهقول لحضرتك حاجة، الناصر صلاح الدين الفيلم ده كان اللي هيخرجه عز الدين ذو الفقار، تمام، لكن مرض، جاء فترة مرض موته، فالفيلم اتأجل. فالمنتجة آسيا قالت وكان المرشح ليك رشدي أباظة، كان خلاص رشدي أباظة ومضى وقبض العربون. معقولة؟ وقبض العربون كمان الناصر صلاح الدين. فيلم الأشهر لأحمد مظهر كان رايح الأول لرشدي أباظة. أيوه. لكن مرض عز الدين ذو الفقار ثم موته فجأة خلى طبعا آسيا تدي الفيلم، هو عز الدين ذو الفقار قال لها الفيلم جاهز اديه ليوسف شاهين. آسيا قالت له مش هينفع يوسف شاهين، قال لها اديه ليوسف شاهين. هو الفيلم السيناريو جاهز والحوار وكل حاجه حلو. فبالفعل اخذ يوسف شاهين، كيوسف شاهين طبعا قال لك على جثتي، على جثتي احمد، واستبدل رشدي أباظة مش هيمثلها، استبدل باحمد مظهر. يا سبحان الله. بص برضو الاقدار، واحد من اهم افلام السينما المصريه كان المفروض يعمله رشدي أباظة. بالظبط، لان جميله ابو حريث سنه 58 والناصر صلاح الدين كان سنه 63. يا نهار ابيض. فمن هنا فما اشتغلوش مع بعض، عشان كده كان في، لان مش هينفع يوجهه، هيوجهه ازاي؟ وهو طبعا رشدي أباظة ما كانش في اي مخرج، يعني المخرج بيبقى من الصعب ان يوجهه، خاصه انه يقول له مثل بطريقتي. بس تصدق وانت بتقول الواقع دي يا استاذ محمد، انا بغمض عيني كده بحاول اتخيل رشدي أباظة مكان احمد مظهر في الفيلم. مش عارف انت رايك ايه. والله يا ممكن يعني تمشي؟ انا متمشي ان رشدي أباظة برضو يعني، لا رشدي أباظة ما فيهوش هزار. بس انا بس احنا شو يعني الطبع في خلاص الطبع احنا خلاص صورة احمد مظهر في الناصر يعني صراحة احمد مظهر ده، حتى احمد مظهر عمل خلافات مع يوسف شاهين بسبب الفيلم، لان كانت تحكمات المخرج يوسف شاهين. طبعا الكل يعرف ان يوسف شاهين من المخرجين اللي بيحبوا جدا ان الممثل يؤدي بطريقه يوسف شاهين، صح، مش بطريقه الممثل. مظبوط. ففي بيقبل وفي ما بيقبلش، لكن يعد فيلم من الافلام من اساطير الافلام السينمائيه. وسبحان الله اساطير الافلام ده هو اللي فلس اسيا. سبحان الله. اسيا المنتجه اسيا طبعا عملت الفيلم وصرفت عليه دم قلبها. يوسف شاهين قال بنفسه، قال اسيا باعت كل حاجه لغايه العربيه بتاعتها والسواق بتاع العربيه. ده شوف يعني يوسف شاهين يعني بيقولها مزاحا. لكن يعد الفيلم ده ما نجحش سينمائيا، غريبه جدا، لكن بيعد من الافلام معظم الافلام المهمه. طب ما باب الحديد، هل المعلومه اللي احنا اتربينا عليها واحنا صغيرين دي بجد ولا بومب؟ ايوه، اللي هي ان الفيلم ده كان هياخد اوسكار لولا غلطه الساعه، مش عارف كان في حد من المجاميع لابس ساعه في ايده ومش عارف حاجه تانية صغيره كده برضو هي اللي خلته ما ياخدش. ايوه بالظبط. والفيلم لا، الفيلم كان مرشح لاوسكار. مش هياخد الاوسكار، هو كان دخل في المسابقه الرسميه كويس، لكن كان في شويه حاجات منهم الموضوع الساعه دي فعلا. التفصيله دي فعلا يعني. ايوه، لان كان من ضمن المجاميع فاكتر من حاجه يعني، في كان اكتر من مشهد ما تعملش، والمزيكا كمان المزيكا ما كانتش مواكبه لبعض المشاهد. فدي اللي افقدت الفيلم فرصته ترشيحه للاوسكار. انما مش جايزه الاوسكار، يرشح للمسابقه الرسميه، يدخل للمسابقه الرسميه. مفهوم. انما رشدي أباظة هنشوف سلسله اعمال بقى، الاعمال هي الملونه، الافلام الملونه. بدات بافلام يا استاذ تامر اللي قلنا شيء في الصدري، بعد كده عمل افلام مع الجيل الجديد بقى، جيل هو الجيل الجديد وقتها زي نجلاء فتحي، عمل مع نجلاء فتحي افلام مهمه. عمل مع محمود ياسين، نور الشريف، في فيلم اسمه يا رب توبه سنه 75. الفيلم ده موجود برضه، ده عن روايه اولاد الفقراء بتاعت يوسف وهبي، قدمها يوسف وهبي سنه 42. كويس. الفيلم ده هو طلب وجه جديد، كان طلب قال انا عايز وجه جديد، مش البطله، وجه جديد تعمل دور في الفيلم. فعرضوا الادوار كلها، فاختار وقتها نوره. نوره كانت لسه صغيره في الفيلم ده، فبص كده قال لها انا اخترتك عشان انت شبه بنتي اسمت. يا سلام. حتى في صور مع نوره ليه، وهي يعني الفيلم ده يا استاذ تامر نقل نوره لادوار مهمه جدا فيما بعد بقى. مع فريد شوقي، مع نور الشريف، مع عادل امام، مع ادوار مهمه اهو. ايوه، رشدي أباظة اهو كبيره اهو مع الفنانه النجمه طبعا نوره. اختارها عشان شبه بنته. بالظبط. وفضل معاه، فضلت في العلاقه، يمكن الصوره دي بعد الفيلم. ده الصوره دي يمكن سنه 79 او حاجه، لان شايف شكله كان تعبان جدا. صح، هو تقريبا بعد رحله مرضه وهي كانت جايه بتطمئن عليه. طب قول لي بقى يا استاذ محمد، عشان افلامه المهمه بقى. هنشوف بقى عالم عيال العلم مع سميره احمد.
هو طبعا. الفيلم ده كان عاد فيه اكتر من مشهد مع سامر غانم بسبب ضحكه، خاصه المشهد سامر غانم هو داخل يعالج الطفل. ايوه ساعه نهار ابيض المشهد ده 7 مرات يا استاذ تامر. حتى بالنسبه له هو لسه في جوه عارف بيقول له كذا كذا، امال فين المريض؟ قالوا له جوه. قال له لسه في جوه، لان المكان ده مش مكتوب في السيناريو. معقوله مش مكتوب في السيناريو؟ فكل ما يعيده سمير غانم يعمل اضافه، فرشد اباظه يقع من دوره. الله يرحمه سمير غانم ده كان قنبله. فعشان كده عمل فطريه. بالظبط فطريه من الكوميديا والارتجال الكوميدي يعني. الله يرحمه. عشان كده عمل معاه على طول اذكياء لكن اغبياء. ايوه صح، عادل امام وسمير غانم ومديحه كامل ويسرى. مظبوط. وعمل يعني هنشوف افلام بقى، والى جانب يا استاذ تامر الافلام ان هو يعني محدش لاحظ الموضوع ده. يعني هو في 3 افلام في تاريخ السينما غيرت قوانين، فيلمين لفريد شوقي وفيلم الفاتن حمامه. فيلمين في جعلوني مجرما 54 صح، وكلمه شرف 73، واريد حلا بتاع فاتن حمامه طبعا سنه 75. الثلاثة دول رشد أباظة اشترك فيهم. ايوه صح عندك حق، قاسم مشترك. ما حدش خد باله خالص ان ده الممثل الوحيد اللي اشترك في الثلاث افلام اللي غيروا القوانين. هقول لك حاجه بمناسبه كلمه شرف يا استاذ تامر. فريد شوقي قال له الدور صغير يا فريد، قال له ما هو ما في مين ممكن يخوف فريد شوقي واحمد مظهر غير رشد أباظة. الله الله الله. امنيه حياه والد رشد أباظة ان كان يشوف رشد أباظة لواء. كان نفسه يشوفه لواء. فيشاء الله السميع العليم ان في هذا المشهد يجيله نبأ وفاه والده، او وفاه والده بيحتضر عايز يشوفه قبل ما يموت. يا نهار ابيض، راح له بالبدله، ببدله اللواء. لا 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 لا، ده ايه الاقدار دي بقى حضرتك؟ شوف حاجات كتير قوي لعبت. سبحان الله سبحان الله. راح له ببدله اللواء، جرى على طول بالعربيه ما غيرش. وهو في اللوكيشن قالوا له والدك بيموت. والده بيموت وكان لحقه فعلا وشافه بالبدله دي، وكان ساعتها كان واقع كبير جدا طبعا. قبل ما نختم يا استاذ محمد، بعيدا عن السينما بقى، اتجوز كم مره؟ هو اتجوز 5 مرات. ابو الرشد رشد أباظة اتجوز 5 مرات. كان اولها تحيه كاريوكا 3 سنوات وبعد كده الامريكانيه اللي هي والده بنته اسمت. أيوة. واستمرت معاها 2 سنين تقريبا. وبعد كده اتجوز ساميه جمال سنه 58 واستمرت معاه لغايه 18 سنه 18 سنه 18 سنه. وكان في خلال الزوجيه دي كان اتجوز صباح، بس ما طولش مع صباح. مظبوط. يعني حوالي 2 يومين تقريبا مش اكتر يعني. بالظبط. ما ندققش في الموضوع. وبعد كده اتجوز اللي هي قبل وفاته ب6 شهور. كتب كتابه فقط على بنت عمه بس في حتى صوره موجوده صورته ام والدته وهو، وكان هو ساعتها كان هي دي الصوره، دي صوره ايوه دي والدته ودي بنت خالته بنت عمه دي الصوره اللي كتب كتابه عليها. شوف كان قبل ما يموت ب6 شهور. شايف حضرتك كان يعني كان حالته صعبه قوي. ورغم الزيجه اللي استمرت 2 يومين مع صباح، الا ان صباح قالت لك اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة ما تعرفش تعمل ده حقيقه. ده قالت كده؟ ده حقيقه. اتعرف استاذ تامر كان في حوار صريح جدا بتاع الاعلاميه الكبيره منى الحسيني. استضافت في نفس السنه الفنانه تحيه كاريوكا. كويس. تحيه كاريوكا جوزت 13 جوازه، قالت افضل جواز رشدي أباظة. ففي حوار تاني مع صباح قالت نفس الكلام. قامت الاستاذه صباح قالت كده الافضل، قالت لك الست اللي ما اتجوزتش رشدي أباظة ما تعرفش تعمل جواز. قالت بقى السبب، قالت لانه كان جنتلمان، كان بيعرف يتعامل مع الست، كان بيعرف يحتويها، كان بيعرف ازاي يعني بادب واخلاق، كان اخلاق جنتلمان جدا. انا عايز اقول حاجه بس قبل الختام يا استاذ سامر، يا ريت. اتفضل. انسانيات رشدي أباظة اللي لا تذكر الا نادرا. رشدي أباظة كان هدد بانسحابه من فيلم اين عقلي مع المخرج عاطف سالم، بسبب ان عاطف سالم صار على احد العاملين في اللوكيشن وطرده وقال له ده لو ما رجعش انا حاسب الفيلم، ورجع. رشدي أباظة كان بيفرش الاكل كده مع العاملين في اللوكيشن وياكل معهم بمنتهى البساطه. رشدي أباظة عايز اقول لحضرتك كان كل اجر فيلم كان بيبقى فيه شهريات معينه لناس هو متكفل بيهم. الله. كان متكفل بدار ايتام حبيبي، وكان واكتر من حد جاهزه واكتر من بنت جوزها. بسم الله ما شاء الله. وكان بيتضامن مع، وكان اي ممثل بيمر بازمه ماليه او بضائقه كان على طول اول واحد، اولهم عبد السلام النابلسي رحمه الله عليه، لما كان في ضائق كان بيبعت له هو في بيروت. يا نهار ابيض. كان بيبعت له الست زينب صدقي، كتير رياض الاصبعي،
ما كانش بيسيب حد خالص رشدي أباظة، وكان بيحضر يعني قبل كده يعني كان بيحضر افراح بتاعه العاملين بتوعه يعني، ويحضر ويرقص مجامله ليهم بالعصايه، ولما كان بيرقص بالعصايه كان بيرقص بطريقه جذابه. وكان بيجبر بخاطر كل الناس. الله الله الله. حتى ان في ايامه الاخيره في مستشفى العجوزه لما مات فيها كتب شيك على بياض لاخوه فكري أباظة لطاقم التمريض اللي كان بيرعاه، مع انه ما طولش قعد 15 يوم او توفى في مستشفى العجوزه. وكان بيحب جدا جدا اعماله، كان ما بيصدق يجري على اي عمل خير عكس ما كان بيشاع على رشدي أباظة. الله يرحمه الله يرحمه. تشرفت ونورت يا استاذ محمد، وتسلم ايديك النهارده، حلقه دسمه وحلوه متعتنا بيها وافدتنا بمعلومات كتير، وان شاء الله الاسبوع الجاي عندنا قنبله جديده باذن الله. تختار انت ولا اختار انا؟ حضرتك طبعا. لا العفو لا العفو حضرتك. تحب مين؟ اللي تشوفه حضرتك يا استاذ نمر. والله بتحرجني بذوقك يا استاذ محمد. طبعا انت الذوق كله يا استاذ، ربنا يخليك. تحبوا تاكلوا ايه الاسبوع الجاي؟ ايه رايك في لا بلاش ماشي بلاش. خليها مفاجاه. لا بلاش. تحبوا مين؟ تحبوا مين صحيح؟ عايزين مين؟ طب عايزين مين؟ طب قولوا عايزه مين. ايه دي؟ ايه الكلام؟ لا دي ممكن نقعد فيها 3 ايام. طيب ايه محمود الايه؟ المليجي. يا سلام يا سلام. نشن ونشن وايه؟ نشن ورشا رشا فعلا طبعا. المليجي الاسبوع القادم باذن الله. شرفت النهارده يا محمد بيه. حبيبي استاذ تامر الشرف ليا. تصبحوا على الف خير. خلصت حلقتنا النهارده، بكره وبعده وبعده. صديقي محمد الباز، وانا اشوفكم ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر مساء الاثنين القادم. سلام.